السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة الدبلومات الفنية التخصصات المعمارية، أسعد بلقاء بكم من جديد مع درس جديد ومادة جديدة من موادنا المعمارية. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنشتغل مع بعض مادة تكنولوجيا الأعمال الصحية الصف الثالث تخصص شبكات المياه والأعمال الصحية. قبل ما نبدأ حابب طبعا عشان نوصل برضو الدرس السابق بالحلقة النهاردة بتاعتنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله لازم نتكلم عن ما تم دراسته في الحلقة السابقة. طبعا كنا تناولنا قانون 144 لسنة 2009 وقلت ان ده خاص ب او القانون الخاص بتنظيم اعمال المباني فيما يخص الاعمال الصحية او الجزء اللي هو هستخدمه او هستعمله اثناء ادائي للمهارات او الخبرات في تخصص الاعمال الصحية. كنا اتكلمنا طبعا او تناولنا في اثناء دراستنا لموضوعات او مواد القانون، كنا اتكلمنا عن حد التنظيم وخط البناء ومحور الطريق، ثم انتقلنا بعد كده الى الحديث عن الافنيه، وتناولنا طبعا بالشرح موضوع الافنيه، وتكلمنا عن الفناء الخارجي والفناء الداخلي، وتكلمنا عن الحالات والمساحات الخاصه بكل نوع من انواع الافنيه، وقلنا ان كل نوع طبعا المساحة اللي بيتم تركها بتكون مساحة ما هيش مساحة طبعا تقديرية أو زي ما بنقول كده ما هيش مقدرة، لا دي مساحة بيكون معمول لها حساب حسب مساحات التهوية اللي بتطل على الأفنية. ثم تناولنا بالشرح في أثناء الدرس تناولنا البروز من بلكونات وأبراج، وقلنا إن عشان يكون عندي ارتفاع لمبنى لازم يكون مرة ونص من عرض الشارع، وتكلمنا في الموضوع باستفاضة وتناولناه في صورة مثال وتمارين، لأن قلت لك إن الجزء ده بيجي في مادة التكنولوجيا الخاص بالارتفاع للواجهات المطلة على الشوارع بيجي في صورة تمارين ومسائل، وقلت إن أنا لما يكون عندي شارع بعرض مثلا 4 متر أو 6 متر لازم ارتفاع المسموح ليا على الشارع اللي عرضه 6 متر مرة ونص من عرض الشارع، يبقى أنا لو أنا ارتفاع الشارع عندي عرضه 6 يبقى أنا المسموح ليا كام؟ مرة ونص، يبقى 6 في 1.5 يبقى أنا المفروض ليا 9 متر. وقلت إن القانون طبعا ما سابش الموضوع يعني زي ما بنقول كده عايم، ليه؟ لأن هو ممكن يكون بيفاجئ أو يصادف إن عمارة من العمارات بتقع على شارع وليكن مثلا 60 متر عرضه أو 30 متر، حتى أنا قلت ان بعض الشوارع بيطلق عليها او بتسمى بعرضها او بطول يعني بمساحه العرض بتاعها، فبنقول مثلا شارع الستين شارع الثلاثين. طب لو انا عندي برج بيقع على شارع عرضه 60 متر، طب هو لو هو ياخد مره ونص من عرض الشارع يبقى ده قانوني، وده القانون بيقول كده اللي هو قانون 144 لسنه 2009 المنظم لاعمال البناء، يبقى انا لو انا بتكلم في مره ونص من 90 من 60 يبقى الراجل ده المفروض هيكون له 90 متر طبعا، وده مش هيبقى كده. ليه؟ لان هو القانون هنا بيأيده زي ما بنقول مره ونص من عرض الشارع ولكن فيما لا يزيد عن كام؟ عن 35 متر. طيب هو له زياده بعد كده عن ال 35 متر ومحتاج طبعا وفق القانون مره ونص، هيعمل ايه عشان يكمل وياخد الحق بتاعه في الارتفاع للابراج بتاعته؟ طبعا واتكلمنا برضو اثناء العرض ان انا الارتفاعات بتكون محدوده عند ارتفاعات الادوار، لان هو مش هيرتبط بارتفاع الدور اللي هو 3 متر، وقلنا ان الصافي للدور اقل ارتفاع للدور 2 متر و70 واقل ارتفاع للدور الارضي 4 متر، وغير مسموح ان هو طبعا يعمل بروز بلكونات او ابراج او ما شابه على دور اقل من ارتفاع كام اللي هو الدور الارضي، لازم يكون ارتفاعه 4 متر من وش الايه؟ من وش الرصيف. كل دي موضوعات احنا اتكلمنا عليها، ولكن الجزء اللي احنا توقفنا عنده واللي هو حابب ان احنا هنبدا بيه النهارده ان شاء الله، وهو موضوع حلقتنا النهارده عن الارتدادات او الارتداد زي ما بنقول، والقانون المنظم لاعمال النوافذ والفتحات اللي هي الشبابيك والابواب، هي لها قانون بينظمها يا مستر طبعا، لان لكل مكان او كل مساحه المفروض لها مساحه للتهويه مخصصه بتكون لها حسابات هنشوفها مع بعض ونتكلم فيها، ده اللي نظمها مين؟ اللي نظمها القانون. طب ايه بقى موضوع الارتداد او الرد زي ما بنقول؟ الارتداد ده يعني ان شاء الله احنا حبينا ان احنا نبدا بيه وناكد عليه في بدايه الحلقه، ليه؟ والنهارده بالذات لان طبعا ده جالنا ودي كانت حاجه كويسه جدا، ده كنوع من الاسئله او تساؤل من احد الطلاب في احدى المدارس الفنيه، بعت وقال يا مستر هم مجموعه مع بعض من الطلبه محتاجين ناكد على موضوع الارتداد لانه في شبه غموض وما احناش متخيلينه الارتداد بيتم ازاي وامتى، وعشان نكون ملمين بيه ولازم نعرف الحق للمالك
او في الارتفاعات بتاعته بياخده ازاي من الارتداد. فاحنا ان شاء الله باذن الله هنلقي عليه الضوء بشيء من التفصيل، ولو في اي حاجه باذن الله او اي شيء ماهوش واضح زي ما سالنا زميلكم او مجموعه الطلبه اللي جمعوا مع بعض وشكلوا مجموعه من الاسئله وبعتوها لنا على الخاص وعلى رابط القناه عشان نشوف الموضوع الارتداد بيتم ازاي ومن حق المقاول امتى وازاي، والقانون ده او الارتداد ده له قانون بينظمه. طب ما هو الراجل له زي ما بنقول مرة ونص من عرض الشارع، طب عرض الشارع ده كان 60 متر يعني له 90 متر، طب انت بتقول فيما لا يزيد عن 35 متر، طب الباقي ده هياخده ازاي وياخده في صورة ايه؟ انا بقول لك النهاردة بإذن الله هنتشتغل عليه في صورة الارتدادات ونوضحها ونتكلم فيها بشيء من التفصيل مع بعض. محتاجين طبعا ان حضراتكم تتابعونا لنهاية الحلقة لان موضوعنا النهاردة مهم جدا، حتى زي ما دايما بقول في حياتك العملية. ليه؟ لانك انت محتاجه، انه ممكن تكون معرض له في اثناء انشاء مشروع او بيت حتى في سكنك الخاص، فلازم تكون عارف المفروض ان الطبيعي يكون فتحة الشباك كام في كام، طب الباب ده يطل على ايه، طب يفتح على ايه، طب الصالة دي المفروض تكون ما تطلش على ايه. فدي كلها قوانين بينظمها او موضوعات بينظمها قانون البناء بتاعنا النهاردة. هنرجع ان شاء الله للسلايد بتاعنا ونشوف مع بعض بداية الشرايح، وهنتناول اول حاجة عندنا او اول عنصر هنتكلم فيه هو عنصر الارتداد، ونشوف مع بعض بيتم ازاي ونبدأ مع بعض. هنا بيقول لي الردود من خط التنظيم للأدوار التي تبنى بحد أقصى للارتفاع المسموح به وهو 1.5 من عرض الشارع. يبقى الرد دون زي ما احنا بنقول كده أو الارتداد بيتم منين يا شباب؟ بيتم من خط التنظيم للأدوار التي تبنى بحد أقصى كام؟ 1.5 من عرض الشارع زي ما أنا قلت في بداية الكلام بتاعي. يبقى أنا كده ما بلجأش للارتداد، ما بعملش ارتداد في المبنى بتاعي إلا في حالة لما أكون أنا لي حق في الارتفاع ومانيش قادر إن أنا أخد الارتفاعات بتاعتي دي وفق القانون اللي هو بيأيدني بمرة ونص من عرض الشارع فيما لا يزيد عن 35 متر. طيب هنا بيقول لي الرد الأول، الرد الأول بيقول داخل خط وهمي، يعني ده بيكون خط وهمي زاوية ميله 3 رأسي إلى 2 أفقي وفي حدود ارتفاع 7 متر. ولو بصينا مع بعض كده ونوضحها مع بعض بيقول لي ان انا دلوقتي خلصت ال 35 متر بتوعي وانا محتاج ان انا كمان ارتفع تاني في المبنى بتاعي. هو هنا بيقول لك انك انت المفروض لو انت راسي العماره بتبقى راسي سليم كده بشكل راسي سليم، انا محتاج بعد ال 35 متر هعمل، لو انا عندي محتاج لسه 3 متر تاني فوق ال 35 متر هعمل لهم ميل او ارتداد بنسبه 3 الى 2. بنسبه كام؟ 3 الى 2، 3 رأسي و2 افق. يعني ايه بقى؟ يعني انا لو انا محتاج هطلع دور 3 متر تاني فوق الحد اللي مسموح بيا ليا اللي هو 35 متر، هعمل دور 3 متر لازم ارجع لورا من وش المبنى لورا كده للخلف ارجع 2 متر افقي، يبقى هطلع 3 رأسي ارجع 2 افقي من الواجهه بتاعي او وش البيت بتاعي لازم ارجع لورا 2 متر، ثم اعمل كام؟ اعمل الدور بتاعي 3 متر. وقال لك المنظومة دي بينظمها القانون ما سابهاش كده على التلاتة متر يبقى تلاتة بنسبة 3 الى 2 بس وخلاص، لا، وقال لي فيما لا يزيد او في حدود الكام؟ 7 متر. يبقى هنا لو هو هيعملها دورين، لو دور 3 متر مثلا 8 متر ونص، يبقى هو كده هيعمل كام؟ هيعمل دورين الدور 3 متر او 3 متر ونص، تمام؟ ده لو هيعمل 3 متر ونص، لكن حسب القوانين عشان يقدر يوفر فيه ارتفاعات الادوار وبدل ما يعمل دورين هيعمل 3، يبقى هو كده هيعمل 2 متر و70 زي ما بنقول اللي هو الحد الاقصى، اقل حد اقل ارتفاع للدور بتاعي اللي هو 2 متر كام و70 من وش البلاط زي ما بنقول لبطن البطنيه بطن السقف اللي بتاعي. يبقى من وش البلاط لبطن السقف بتاعي النظيف الارتفاع النظيف زي ما بنقول كام؟ 2 متر و70. يقدر هو يعمل 3 ادوار الدور 2 متر و70 ولكن بعد ما يعمل ارتداد من الواجهه كام؟ 2 متر. طيب وقف على كده وخلاص؟ لا، ده كان الجزء الخاص بيه الايه؟ لو هو محتاج يعمل وحدات سكنيه، تمام؟ بينظمها القانون، بنقول تاني بينظمها القانون بنسبه الارتداد بتاعه فيها بنسبه 3 الى 2، لو هو هيرتفع 3 متر لازم يعمل ارتداد من خط الواجهه يرجع لورا، او بالبلدي كده زي ما بنقول هيسيب من خط الواجهه بتاعه 2 متر، بعد كده يبدا يعمل الايه؟ يعمل الارتفاع بتاعه. طب الارتفاع بتاعه كام يا مستر؟ في حدود كام؟ هياخد كام دور؟ هو له 7 متر من الارتداد الاول، ده الارتداد الاولاني. طيب في بعض الحالات بشوف حاجه تانية اسمها ارتداد تاني، ازاي؟ لو انت كده تخيلت او لو انت مريت في منطقه فيها عمارات اللي هي طبعا بيزيد فيها الارتفاع
وخاصة لما بتقع على شوارع من الشوارع اللي هي بيزيد عرضها عن 30 و60 متر وكذا، طيب بتلاقي فيه ارتداد أول ثم بعد كده ارتداد تاني، يعني أنا باقي خط الواجهة ماشي معايا، ده واجهة العمارة، وبعد كده بتلاقي المبنى دخل لورا كده بعد جزء كده، ثم بنى دور أو اتنين أو تلاتة، ثم رجع تاني، وبعد كده قام باني مثلا إيه غرفة السلم أو الغرفة اللي بيحط عليها الخزانات أو ما شابه، دي بنسميها ايه او ده اسمه ايه، ده اسمه الرد الثاني. يبقى الرد الاولاني نسبته 3 الى 2، 3 راسي يرجع 2 افقي في حدود السبعة متر اللي هم يقدر ياخدهم في حدود يا اما دورين او 3 في حاله اذا عمل ارتفاع الدور كام 2 متر و70، وده الحد الادنى للارتفاع المضيف بتاع الدور بتاعه. طيب بعد كده الرد الثاني بيكون نسبته كام يا مستر؟ بيكون نسبته 1 الى 2. يعني ايه 1 الى 2؟ يعني لو هيعلى متر، لو هيعلى متر لازم يرجع كام؟ 2. ولو لاحظت هنا ان الارتفاع قل عن الايه؟ عن الارتداد، ليه؟ لانه ما عادش خلاص هيبقى مسموح له غير ان هو يعمل الغرفه اللي هي غرفه السلم او غرفه الخزان، خزانه الميه اللي بيحط عليها خزانه الميه عشان تكون مرتفعه، عشان يقدر يعمل عمليه او سهوله لوصول الميه للادوار اللي هي الايه؟ الادوار العليا، الميه عشان تنزل مندفعه لازم يكون الخزان على ارتفاع من الدور اللي هو الايه؟ الدور الاخير عشان الميه توصله بسهوله. طيب يبقى كده انا عرفت ان انا عندي من الارتدادات نوعين، نوع الرد الاولاني اللي هو نسبته 3 الى 2، 3 راسي يرجع 2 افقي في حدود بينظمها القانون 7 متر، وقلت ممكن ياخد فيها كام دورين او 3 على حسب الارتفاع اللي هيشتغل عليه في الدور، ولكن القانون ايده وقال له ان الارتفاع ارتفاع الدور الصافي او النظيف زي ما بنقول 2 متر وكام و70. طيب بعد كده الرد الثاني، الرد الثاني ده القانون بينظمه بيقول له 1 الى 2، وبيستخدم ليه غرف السلم او الخزانات او ما شابه، يبقى هي الغرف الخدميه، تمام كده. طب بيكون كام؟ بيرجع 2 من الرد هون، الرد الاولاني يعني في المره الاولانيه رجع 2 متر بعد كده عمل الدور او الدورين بتوعه، بعد كده هيرجع تاني 2 متر من الرد الاولاني ويعمل بعد كده الغرفه بتاعه الخزان او غرفه الايه السلم. طب ده كله ليه يا مستر؟ ما انا يعني ليه بتتم عمليه الارتدادات؟ لان هو لو ما عملش ارتدادات وطلع راسي على طول، وجاره لو هنقول ان فيه له جار مقابل له بنفس القصه والشارع كله بنفس الارتفاعات، مش هيحدث عندي عمليه تهويه واضاءه كافيه للايه؟ للشارع ده او المنطقه دي، ودي طبعا بنشوفها للاسف في المناطق اللي هي تم بنائها في العشوائيات، لان طبعا ما كانش القانون بيطبق زي ما بيقول، او ما كانش الماده دي موجوده في اللي هي الارتدادات. لما يبقى عندي لك ان تتخيل ان الجار الاولاني عمل ارتداد 2 متر ثم بعد كده عمل ارتداد تاني اللي هو الارتداد التاني لغرفة السلم او ما شابه، شوف المبنى راح الناحية دي كده، الجار اللي قصاده نفس القصة طلع رجع لورا 2 متر ثم الارتداد التاني كمان 2 متر، فأصبح عندي من فوق شبه كده يعني حاجة من أوسع إلى أضيق زي ما بنقول، إذا بيسمح لي مرور أو إن الشمس والهواء تدخل في المنطقة اللي موجودة أو اللي محصورة ما بين العمارات، وده طبعا بيخص الجزء أو العمارات اللي هي ذات الارتفاعات الإيه العالي. ودي طبعا القانون يعني زي ما بنقول فصل فيها ما بين الجار والآخر في مشكلة الارتفاعات، فطبعا لأن القانون بينظمه يقول لك إن أنت لك مرة ونص من عرض الشارع، وأكثر الخلافات بتتم ما بين الجيران أو ما شابه، أو بنلجأ فيها للوحدات المحلية بسبب الارتفاعات العشوائية. لا أنا أكون عارف أن القانون بتاعي ده لو أنا هستخدمه في حياتي العملية واليومية كل يوم بيمر بينا الموضوع، أو أنا بشوف مشاكل في من هذا القبيل دايما في موضوع البناء والارتفاعات، يبقى أنا على الأقل الثقافة تكون موجودة عندي أن القانون بيسمح لي بمرة ونص من عرض الشارع، ده في الخبرة العملية والحياتية. أما في الجزء بتاعنا واللي يخصنا الشق بتاعنا اللي هو الدراسي، لا يبقى القانون بيقول لك مرة ونص من الارتفاع من عرض الشارع، بجيب عرض الطريق بتاعي لو هو مبنى بيقع على طريق عرضه 8 متر، يبقى أنا معروف احسب عدد الأدوار المسموح بها وارتفاع المبنى، يبقى أنا عارف أن المبنى بتاعي أضرب 1.5 في عرض الشارع اللي هو 8، يبقى 1.5 في 8 ب 12 متر، يبقى الراجل ده مسموح له ببيت واجهته 12 متر. طيب خلي بالك 12 متر وكده وخلاص، لا 12 متر هتخصم منهم عشان تكون عارف ارتفاع الدور الأرضي اللي هو فيما لا يقل عن 4 متر، فلازم تكون عارف أن الدور الأرضي 4 متر، تخصم ال 4 متر من ال 12 وما تبقى من ال 12 متر اللي هم له هيبدا بعد كده تقسمهم على 2 متر و70 اللي هو الحد الادنى لارتفاع الدور عشان تقدر تطلع لك كم دور بعد كده ده قانوني زي القانون ما بيقول. طيب بعد كده
اهو لو شفنا بقى تاني نرجع كده للشرايح بتاعتنا والسلايد بتاعنا، بيقول لي الرد التاني داخل خط وهمي زاوية ميله 1:2، 1 رأسي إلى 2 أفقي، وبيستخدم طبعا للسلالم وخزانات المياه، وده الجزء اللي احنا شرحناه. يبقى كده يا شباب شرحنا الارتداد وعرفنا الحالتين الخاصين به. طيب بعد كده المساحات، القانون بيقول لي يجب ألا يقل المسطح الداخلي لأي غرفة من غرف المبنى أو مرافقه أو أي بعد فيه عن الآتي. هنا مديني جدول بيقول لي، يعني بيقول لي ان في مساحه، القانون نظم المساحات الخاصه بكل غرفه او مرفق من مرافق المبنى بتاعي، قيدني بمساحه معينه. ليه يا شباب؟ عشان بعد كده لما تيجي وانت اثناء عمليه التصميم، لو انت ان شاء الله كتب لك انك انت باذن الله تتخرج وتشتغل في مجال التصميم، فتكون عارف ما نص عليه القانون في المساحات الخاصه بكل وحده من وحدات او كل مرفق من مرافق الوحده السكنيه، فتكون عارف مساحه الغرفه اللي هي غرفه النوم المفروض مساحتها كام في كام، ما تقلش عن كام واقل ضلع فيها كام. طب المطبخ، طيب الحمام، الصاله او ما شابه، فده كله نظمه القانون وهنشوفه مع بعض في قانون المساحات. فبيقول لي هنا ايه؟ الغرفه السكنيه اللي هي الاوضه، يعني بيقول لي الحد الادنى للمسطح الداخلي بالمتر المربع 7.5 متر، والحد الادنى للبعد بالمتر 2.5 متر. يبقى بيقول لي ايه كده يا شباب؟ بيقول هنا او يقصد ايه؟ يقصد ان الغرفه السكنيه الاوضه بتاع الاوضه اللي انا هستخدمها للمعيشه، الغرفه العاديه لغرفه النوم او غرفه اطفال او ما شابه، الغرفه دي مساحتها ما تقلش عن 7.5 متر. يعني لما اضرب طولها في عرضها المفروض ان هي ما تقلش عن كام؟ 7.5 متر، ده الحد الادنى المسموح به في كمساحه غرفه ايه؟ غرفه سكنيه. تمام كده وخلاص؟ لا، ده وايدها لي. طب ما انا ممكن واحد يجي يقول لي ايه؟ طب انا هعمل اوضه وليكن مثلا العرض بتاعها 1.5 متر او 2 متر، والطول بتاعها 7.5 متر او 6 متر او 5 متر. لا، هو هنا ايدك بحاجه وقال لك اقل ضلع. هي المساحه بتاعتها 7.5 متر، ولكن اقل ضلع من اضلاع الغرفه دي ما يقلش عن 2.5 متر. يبقى هو كده ايدني ان اقل ضلع من اضلاع الغرفه السكنيه اللي هتستخدم للمعيشه ما يقلش عن 2.5 متر، ومساحتها لما اضرب الطول في العرض ما يقلش عن 7.5 متر. عشان ده طبعا يا شباب لما اجي بعد كده بستلم وحده سكنيه، على الاقل لو انا هستخدمها في حياتي اكون عارف القانون بتاعي بينص على ايه، واكون فاهم حقي فين، واكون عارف ان القانون بيقول لي لا، ده الغرفه دي لو هي اقل من 7.5 متر مساحتها طول في عرض يبقى انا دي كده مخالفه للايه؟ للرخصه او للقانون بتاعي، يبقى انا ما اشتريش. طيب لو انا الضلع اقل ضلع، طب هي مساحتها طولها في عرضها 7.5 متر، وهو جايب لي المساحه على ورقه ان مساحتها فوق 8 متر وليكن، ولكن اقل ضلع من اضلاعها كام؟ 2 متر، يبقى ده برضه مخالف للرخصه او للقانون، يبقى انا كده لازم اكون فاهم الابعاد بتاعتي والمساحات. طيب ننتقل للمرفق الثاني اللي هو دوره المياه، بيقول لي ان الحد الادنى للمساحه الداخليه تكون 80 متر، 80 من 100 متر، 80 سم، والحد الادنى للبعد 80 من 100 متر. يعني ايه يا شباب؟ يعني مساحه دوره المياه المساحه بتاعتها ما تقلش، اقل مساحه دوره مياه ما تقلش عن كام؟ عن 80 من 100، يعني متر تقريبا، متر الا ربع، ده المساحه طول في ايه؟ في عرض. وسابها كده وخلاص؟ لا طبعا. ليه؟ ايدها لك برضو وقال لك ان اقل ضلع في دوره المياه ما يقلش عن 80 من 100 متر. يبقى انا حتى لو انا عايز اوصل للمساحه اللي هي 80 من 100، يبقى اقل حاجه هعمل كام؟ وقال لك ان اقل ضلع 80، يبقى الضلع المقابل هيكون كام؟ 1 متر. يبقى دوره المياه اللي طولها متر وعرضها 80، لما اجي اسطحها اضرب او اربعها هضرب 1 في 80 من 100، هيديني المساحه كام؟ 80 من 100 متر. اذا ده الحد الادنى لمساحه دوره الايه؟ المياه اللي ممكن ان انت تقبله. ليه؟ لان القانون اللي نص على كده، وبالتالي يكون مطابق للايه؟ للرخصه او تصريح البناء. طب لو قلت عن كده، لو افرض ان انا عندي المساحه 80 متر واقل ضلع مثلا فيها كام؟ 70 سم. تمام، يبقى ده كده مخالف للايه؟ للقانون. هو ممكن يكون 80 وممكن يكون ازيد من ال 80، ولكن اقل ضلع من الاضلاع اللي موجوده في دوره المياه اقل من كام؟ اقل من 80. اذا يبقى كده الدوره دي دوره مخالفه، او الدوره دي دوره مخالفه للايه؟ لاعمال البناء او الرخصه بتاعه البناء. طيب ننتقل للمرفق الثاني اللي هو المطابخ. بيقول لي المطبخ المساحه بتاعته لا تقل عن 3 متر واقل ضلع كام؟ 1.5 متر. يبقى انا المطبخ بتاعي اللي تقل مساحته عن 3 متر تمام كده، يبقى ده مخالف. يبقى المفروض ان المطبخ بتاعنا ما يقلش عن كام مساحته؟
3 متر اثناء عمليه التصميم وانت بتصمم، او لو انت مواطن بتستلم عادي خلاص، مواطن عادي يعني انت ما انتش شغال في اعمال التصميمات الهندسيه او ما شابه، فانت تكون عارف ان المساحه بتاعه المطبخ بتاعك ما تقلش عن كام يا شباب؟ ما تقلش عن 3 متر. طب هو سابها كده وخلاص 3 متر وخلاص؟ طب انا ممكن يجي واحد من المقاولين او الناس اللي هي طبعا بتكون يعني عندها شيء من ضعف في الذمة او تنفيذ القانون زي ما بنقول، فيجي يقوم عامل المطبخ بتاعه مثلا العرض متر والطول كام؟ 3. يبقى انا لو ما هو انت لو جيت ضربت الواحد في 3 هيديك مساحة المطبخ كام؟ 3 متر. يبقى انا كده لا، يقول لك انا كده مطابق للمواصفات الفنية بتاعتي او لاعمال الرخصة وقانون البناء، المساحة بتقول لي المطبخ ما يقلش عن 3 متر، انا بسلمك 3 متر، فانا اقول له لا ده القانون ايدني وقال لك ايدك وقال لك ان اقل 3 متر المساحة، ولكن اقل ضلع من اضلاع المطبخ ما تقلش عن متر ويا شباب متر ونص، تمام كده؟ يبقى انا لما اجي استلم، لو انا بستلم وحده سكنيه وطبعا المقاول او المالك بيحاول يقنعني ان ده مطابق للرخصه او ما شابه، والمساحات دي بتكون اقل من اللي انا اتعلمته، فانا اكون فاهم ده في زي ما قلت في الحياه العمليه والخبرات او الحياتيه اللي بتمر بيها كل يوم. اما في القانون بتاعنا وفي الدراسه بتاعتنا فانت تكون عارف، لان انا ممكن اجيب لك السؤال ده او الجزئيه دي بتيجي في صوره صح وخطا او اكمل اقل ضلع او اقل مساحه مسموح بها وفق قانون 144 لسنه 2009 المنظم لاعمال البناء في المطابخ لا تقل المساحه عن 2 متر ونص، وبحد ادنى لاقل ضلع فيها مثلا متر ونص. يبقى هو هنا اداك الحد الادنى للضلع في المطبخ بتاع متر ونص، ده صحيح، ولكن المساحه طبعا قل 2 ونص، يبقى دي غلط، يبقى الاجابه هنا تكون ايه؟ غلط. او ممكن تيجي في صوره اكمل اقل مساحه لدورات المياه في الوحدات السكنيه لا تقل عن 80 من 100 متر، يبقى الاجابه هنا صح. طيب اقل ضلع من اضلاع دوره المياه في الوحدات السكنية لا يقل عن 70 من 100، يبقى الإجابة هنا هتكون خطأ. ليه؟ لأن أقل ضلع ما يقلش عن 80 والمساحة ما تقلش عن 80، ده في دورات المياه. في المطبخ المساحة ما تقلش عن 3 متر وأقل ضلع لا يقل عن متر ونص. طيب نشوف المرفق الثاني، الحمامات. طبعا أنا هو في فرق يا مستر ما بين دورة المياه وما بين الحمام؟ طبعا الحمامات بيقول لي المساحة ما تقلش عن متر ونص وأقل ضلع متر وعشرين، يبقى الحمام لان الدوره يا شباب دوره المياه انا اقدر ان انا احط فيها حوض بس، تمام كده، وممكن احط فيها مرحاض، يعني هي مش اساس فيها المرحاض، لكن الحمام اساس فيها الايه؟ المرحاض، لازم يكون موجود فيها الايه؟ المرحاض. الدوره ممكن احط فيها مبوله وحوض لو هي في زي ما نقول في مكان عام او ما شابه، ممكن احط فيها مبوله وحوض حوض وش، لكن الحمام شرط الاساسي لازم يكون موجود فيه الايه؟ المرحاض والبيديه لو هو موجود للسيدات، فلازم ده يكون موجود عند. طب هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان المساحه بتاعه الحمام ما تقلش عن متر ونص، تمام كده، واقل ضلع للحمام ما يقلش عن متر وعشرين. يبقى انت اثناء عمليه التصميم وانت بتصمم، لو انت شغال رسام معماري او بتصمم او بتستلم حتى في مشروع، فلازم تكون بتستلم وتكون فاهم وفق القانون، تكون عارف ان المساحه اللي نص عليها القانون بتاعك بيقول لك مساحه الحمام ما تقلش عن متر ونص. طب ما هو ممكن يجي المقاول يسلمنا حمام، ايوه فعلا المساحه بتاعته متر ونص، بس اقل ضلع فيه كام؟ 1 متر مثلا. ليه؟ لان انا ضربت واحد في متر ونص هيطلع عندي المساحه كام؟ متر ونص زي ما نص عليه القانون، متر ونص مربع. يبقى كده هو يقول لي انا كده شغلي سليم ومطابق للمواصفات او للرخصه، فانا ساعتها اقول له لا. ليه؟ لان القانون بيقول المساحه متر ونص، ولكن اقل ضلع من اضلاع الحمام ما تقلش عن متر وعشرين. وده طبعا ليه يا شباب؟ الاقل حاجه متر وعشرين، عشان بيفترض ان انت لو عندك حوض غسيل ايدي مثلا حط جنب منه وليكن المرحاض، عرض المرحاض او اللي هو القعده يعني الفرنجي او مشابه او القعده البلدي، القعده البلدي 60 والمرحاض بيكون عندي الحوض الايدي اقل مقاس موجود في السوق دلوقتي ممكن يكون 45 في 45، فعلى الاقل يكون ما بينهم 20 سم، تقدر ان هو ايه المستخدم يقف ما بينهم يستخدم الحوض ويستخدم المرحاض. ده لو هو مرحاض بلدي، لو هو المرحاض الغربي بيكون عرضه 35 سم. طبعا المقاسات كتيره جدا في الاطوال والعروض ولكن اللي موجود في السوق يعني، ولكن اقل عرض بيكون مثلا 35، طبعا 35 اللي هو عرض المرحاض، وعندك الحوض 45 ده اقل مقاس في الاحواض واقل مقاس في المراحيض، 35 و45 يبقى انا بتكلم في 80 سم من ال 120، يبقى في مسافه موجوده ما بينهم اللي هي كام؟ 40. ده على فرض ان هو هيحط الجهازين الاثنين دول موجودين في جنب واحد من او احد اضلاع الايه
الحمام، فالاثنين يكون ما بينهم مسافة يقدر المستخدم يستخدمها أو يتحرك ما بين الجهازين. تمام كده يا شباب؟ يبقى أنا عرفت الحمام مساحته ما تقلش عن متر ونص، وأقل ضلع فيه ما يقلش عن كام؟ عن متر وعشرين. طيب نشوف اللي بعد كده، المرفق الثاني بيقول لي غرفة الحارس. غرفة الحارس المساحة بتاعتها ما تقلش عن 5 متر، والحد الأدنى برضو يكون كام؟ 2 متر. يبقى غرفة الحارس برضو يا شباب المساحة بتاعتها ما تقلش عن كام؟ 5 متر. يبقى أنا عرفت إن مساحة غرفة الحارس ما تقلش عن 5 متر. لما أجي أضرب طولها في عرضها عشان أربعها ما يقلش عن كام؟ عن 5 متر مربع. طيب وأقل ضلع فيها كام؟ 2 متر. يبقى أنا وأنا بستلم أو وأنا بصمم لازم أكون عارف إن غرفة الحارس لما أضرب الطول في العرض عشان أربع المساحة بتاعتها على الورق طبعًا قبل التنفيذ، أكون عارف وأنا براجع، أكون عارف إن المساحة دي ما تقلش عن كام؟ عن 5 متر. طيب وأقل ضلع فيها كام؟ 2 متر. ممكن أقع في خطأ إن أنا المقاول أو المالك يجي يسلمني غرفة لحارس أثناء عملية التصميم، مساحتها زي ما بنقول برضو في الأمثلة اللي فاتت مساحتها 5 متر، بس أقل ضلع فيها وليكن مثلًا 2 بتاع متر ونص أو 2 متر مثلا إلا ربع متر 75، فطبعا دي يكون مخالف. لا أنا أقل ضلع عندي يكون 2 متر، ولما أكمل المساحة بتاعتي ممكن أقسم الخمسة على الاثنين عشان أطلع الضلع الثاني، يبقى أنا عارف إن الباقي بتاعي مثلا وليكن 3 متر أو 2 متر ونص، يبقى أنا مضرب 2 في 2 ونص يديني كام؟ 5 متر، يبقى ده المساحة الإيه؟ السليمة المطابقة للمواصفات. طيب كده يكون خلصنا الجزء الخاص بالإيه؟ بالمساحات للمرافق الموجودة في الوحدات. هنا بيقول لي إيه؟ الجزء الثاني تشمل دراسة الفراغات اللي هي الإضاءة، عشان هنتكلم في الفراغات دلوقتي. الإضاءة بتشمل الفراغات بتشمل الإضاءة والتهوية والأفنية. يبقى أعمال الفراغات اللي هنتكلم عليها هنتكلم أو هنتناول الإضاءة والتهوية الخاصة بالفراغات. هنتناول القانون هو إزاي شرحها وإزاي تناولها في الشغل بتاعي عشان نكون عارف المساحة بتاعتها كام. فبيقول لي هنا إيه؟ سوف نتناول كل منها بالتفصيل اللي هي الإضاءة والتهوية والأفنية. الإضاءة، أولا الإضاءة تشترط غالبية قوانين الإسكان في قوانين الإسكان يعني والمباني في معظم دول العالم بأن يكون لكل غرفة، خلي بالك بقى معايا، لكل غرفة أو مرفق من مرافق البناء فتحة أو أكثر للتهوية والإضاءة الطبيعية. تمام كده؟ بتطل على طريق أو فناء مستوفي للشروط التي يخولها لإيه؟ القانون. تمام؟ طيب هنتناول الجزئية دي الأول بالشرح ونقول. يبقى هو هنا بيقول لك إنك أنت اي وحده سكنيه، اي غرفه بقى او مرفق سكني لازم شرط قانوني فيه، وده نص عليه كل قوانين الاسكان زي ما بنقول في جميع دول العالم، انك انت لازم الغرفه دي او الوحده دي المرفق ده لازم يحتوي على فتحه للتهويه والاضاءه، وشرط كمان ان الفتحه دي لازم تكون على الايه، بتطل على يعني على الشارع العام زي ما بنقول او الافنيه. يبقى لازم لو انا الفتحه دي او الشباك ده مش هيطل على شارع او طريق عام لازم انا اعمل له ايه، فناء عشان اضمن عمليه التهويه والاضاءه، ودي بينظمها القانون للفتحات هنشوفها مع بعض. فبيقول لي ايه، بتختص اللائحه التنفيذيه للقانون في جمهوريه مصر العربيه على الاتي. هنتناول بقى الايه الفراغات. اولا النوافذ اللي هي طبعا الايه الشبابيك، يجب ان يكون لكل غرفه زي ما قلت اهو مرفق من او مرفق من مرافق البناء فتحة أو عدة فتحات للتهوية. يبقى كل غرفة لازم يكون موجود لها فتحة من إيه؟ فتحة للتهوية أو عدة فتحات. فوارد جدا إن أنا يكون عندي غرفة سكنية فيها إيه؟ شباكين أو ثلاثة على حسب المساحة بتاعت. يبقى بس شرط إن كل مرفق كل غرفة لازم تحتوي على إيه؟ على فتحة للتهوية والإضاءة. طيب بيقول لي والإضاءة الطبيعية، الفتحة دي تطل على طريق أو فناء مستوفي للشروط. خلي بالك إن هنا مش قال لك يعني او ما سكتش على موضوع الفناء وخلاص وكده وقال لك ان لا يبقى الفتحه موجوده على فناء وخلاص، لا ده هو قال لك او اكد ان على فناء ولكن لازم الفناء ده يكون موافق ليه مستوفي ليه الشروط بتاعته، لان انا ما ينفعش مثلا لو انا عندي وليكن هنقول برجين، البرجين دول بيقعوا هما الاثنين او مطلين على بعض او مشتركين مع بعض في منور فناء اللي هو المنور، ويجي اقول مثلا البرجين دول هيخدم مثلا في كل برج فيهم وليكن فيه 15 مثلا 15 شقه او 12 شقه او 12 دور، اسف، طيب 12 هنا و12 هنا يعني 14 دور، انت بتتكلم 12 و12 24 دور موجودين في كل ايه؟ في كل عماره، هما الاثنين الحمامات والمطابخ بتاعتهم هتطل على منور، فما تجيش تعمل لي منور تقول لي منور متر في متر هيخدم ال 24 دور اللي موجود في العماره دي والعماره دي.
طيب يبقى تصميم الافنيه زي ما اتكلمت عليها في الحلقه السابقه، بيتم الافنيه اللي هي المناور بيتم وفق الايه، وفق الفتحات اللي هتطل ايه عليها او هتستخدم من اجلها. طيب فبيقول لك ايه هنا كده، بتطل على طريق او فناء مستوفي لي الاشتراطات المبينه او الموضحه في اللائحه، ويجب الا يقل المسطح الاجمالي للفتحه عن التالي. خلي بالك بقى هنا هيبدا يقيدك بالنوافذ في المساحات بتاعتك وفق القانون، يعني فتحة الشباك اللي موجودة عندك في المبنى بتاعك او في البيت بتاعك، طبعا هو جرت العادة او في الطبيعي ان المخطط او المصمم او في الشغل اللي هو زي ما نقول الشغل البلدي اللي بيتم في المناطق بتاعتنا العادية، بيجي هو المقاول او الرجل اللي بيشتغل او البنا بيعمل الفتحات، معروف اه لو هو غرفة نوم او ما شابه يبقى الشباك ما يقلش عن متر في متر، لو الحمام بيعمل الحمام شباك الحمام ارتفاعه مثلا متر في 80 او 80 في 80 وساعات بيعمله نص في نص، طبعا المطبخ بيعمله 80 في متر، يبقى ده كله دي حاجات ثابته هو اخذها بالخبره وبيشتغل عليها كده، ولكن في قانون بينظم الموضوع ده عشان يضمن عمليه التهويه والايه الاضاءه للغرف السكنيه، وبالتالي انا لازم اكون عارف الكلام ده عشان بعد كده اقدر استخدمه في الحياه اليوميه بتاعتي والحياتيه اللي انا بعيشها، واذا مريت بالتجربه فاكون مر علي قبل كده واكون عارف وفاكر ان انا اثناء دراستي لماده التكنولوجيا درس القوانين والتشريعات العمرانيه، فاكون عارف ان الجزء ده بيقول في الفتحات اه كام هو فتحه الشباك، يبقى كام من اجمالي المساحه 8% من اجمالي الغرفه مساحه الغرفه. طب نشوفها مع بعض كده، بيقول لي 8% من مسطح ارضيه الغرفه السكنيه والاداريه وبحد ادنى 1 متر مربع، تمام كده؟ يبقى يقصد ايه بقى؟ يقصد ان انا لو انا عندي غرفه سكنيه وليكن مثلا 4 في 4 متر، طب 4 في 4 متر المفروض هو بيقول لك في القانون المفروض ان فتحه الشباك بتاعي او النافذه اللي المفروض تكون موجوده في الغرفه السكنيه دي 8% من اجمالي مساحه او مسطح الغرفه دي. طب اعملها ازاي يا مستر؟ يبقى انا خلي بالك ان انا ممكن اجيبها لك في صوره اكمل او صح وغلط، تمام كده؟ غرفه سكنيه ابعادها وليكن مثلا 4 في 5 متر، احسب مساحه النوافذ المسموح بها في هذه او وفق هذه الايه المساحه، او ضع علامه صح او خطا، غرفه سكنيه وليكن ابعادها 3 في 4 متر، مسطحه 3 في 4 متر، النوافذ المفروض وجودها بهذه الغرفه وليكن مثلا كام متر مربع، صح ولا غلط؟ صح. ليه؟ لان هو هنا قال لك بما لا يقل عن 1 متر مربع، لما اجي اضرب طول الشباك في ارتفاعه محدش بقى يقول لي عرض بقى، ليه؟ لانك انت بتتكلم في مساحات على شباك، الشباك بيكون موجود فيه هو والباب بيكون فيه ارتفاع وموجود فيه ايه؟ طول، تمام كده؟ يبقى طول الشباك في ارتفاعه خلاص؟ طيب كان الطول بتاعه عندك؟ قال لك لما تيجي تربع مساحته الطول في الارتفاع لما اضربهم في بعض ما تقلش المساحه عن كام؟ عن 1 متر. يبقى اذا بقى المقاول او اللي بيشتغل في الشغل بتاعنا بينفذ صح، اه بينفذ صح، ولكن في الحد نهون حد الادنى، ليه؟ لان هو بيعمل الشباك متر في متر، صح كده؟ بيعمل طوله متر وارتفاعه متر، لما اجي اربعه متر في متر يطلع الناتج بكام؟ بواحد متر، ده بيمشي على جميع الايه؟ جميع الغرف السكنيه بجميع مساحتها، ده طبعا في الشغل اللي هو ايه؟ ماهوش قانوني او الشغل اللي ماهوش في الاعمال ذات الطابع الخاص او الحكومي، تمام؟ ولكن لما باجي استلم وفق قوانين وتشريعات او وفق جهة حكومية زي ما بنقول، يبقى انا لازم استلم الفتحات وفق القانون اللي هو بيقول لي 8% من مساحة الايه؟ من مساحة الغرفة السكنية. طيب الغرفة السكنية دي 4 في 4 طلع الناتج بتاعها بكام؟ ب 16، اضربه على 8 والناتج اقسمه على كام؟ على 100، يعني تقريبا لو انا عندي غرفة 4 في 4 ب 16 اضربه في 8 واقسمه على 100 هيطلع الناتج بكام؟ بمتر و20، يبقى تقريبا الأوضة الغرفة بتاعتي مساحتها 16 متر 4 في 4 المفروض قانوني وفق القانون ان فتحة الشباك بتاعتي ما تقلش عن كام؟ عن متر و20، يعني ضلع فيها متر والضلع الثاني كام؟ متر و20 او احد اضلعها او الضلعين، المهم في الاخر النتيجة لما اضرب الارتفاع في الطول بتاع الفتحة عندي يطلع الناتج كام؟ مساحته 120 وبحد ادنى متر، يبقى حد ادنى لاحد اضلاع الشباك ما يقلش عن كام؟ عن متر في الغرف السكنية. طيب بعد كده نشوف الجزء الثاني، بيقول لي هنا 10% من مسطح اي مرفق من مرافق البناء، وحط لي اقواس وقال لي كده اللي هي ايه، يقصد بها مين؟ الحمامات والمطابخ ودورات المياه وبير السلم بالادوار، وبحد ادنى نص متر مربع على الا يقل اقل بعد بها عن 50%
متر. خلي بالك بقى هنا الجزئيه دي عايزه محتاجه توضيح. فبيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انا في المرافق اللي هي الحمامات والمطابخ ومناور السلالم او ما شابه، يعني اللي هي المرافق الخدميه. ولو لاحظت هنا ان المساحه، مساحه التهويه، خلي بالك ان هو زودها ما قللهاش، لا ده هو كبرها. هناك كانت في الغرفه كانت 8%، هنا قال لك كام؟ 10%. وخلي بالك وشرطها وقال لك بحد ادنى اقل ضلع من اضلاع النافذه اللي موجوده في المرافق الخدميه دي اللي هي الحمامات والمطابخ والمناور للسلالم او ما شابه، اللي هي المرافق الخدميه عموما بشكل عام. يعني ايه بحمام، دوره مياه او مشا، كل اوفيس، كل المرافق الخدميه المفروض ان مساحه التهويه فيها والاضاءه ما تقلش عن الفتحه فيها، ما تقلش مساحتها عن كام؟ 10% من مساحه اللي ايه الحمام او المطبخ ده. وخلي بالك فيما لا يقل اقل ضلع من اضلاع النافذه دي، الشباك ده اقل ضلع فيه ما يقلش عن كام؟ عن 50%. يعني لو انا عندي الحمام بتاعنا وليكن مثلا هنقول مثلا طلع مساحته كام، خلينا تبع القانون بتاع مساحته متر ونص، ف 10%، تمام كده، يبقى المفروض كام؟ متر ونص المساحه بتاعته. خلاص اضربه في 10%، خلي بالك هيديني فتحه الايه، فتحه المساحه بتاعه الشباك على بعضها. خلاص ولكن بحد ادنى، حد ادنى كما شباب نص متر. يبقى انا ما اجيش اعمل فتحه الشباك وليكن مثلا ربع متر العرض بتاعها او الطول بتاعها والارتفاع بتاعها وليكن مثلا كام؟ 80. لما اجي اضرب ده في بعضه مش مطلع عندي كام؟ 16%، يعني مش هيكمل عندي الايه المساحه بتاعت. طيب هو ليه كبر المساحه كمان؟ لو انت لاحظت 10% مش 8% زي ما كانت في الغرف، لان خلي بالك ان المساحات الغرف اللي هي الخدميه دي اللي هي الحمامات والمطابخ وما شابه والمناور بتكون قليله، يعني المساحه بتاعتها بتكون صغيره. طيب هي صغيره، لو انت صغرت كمان النافذه او المساحه او النسبه بتاعه التهويه بتاعتك مع صغر مساحه المكان، طبعا النسبه هتقل، المساحه هتقل، مساحه التهويه هتقل، وبالتالي هو كبر عندك مساحه التهويه او النسبه بتاعه التهويه، خلاها كام؟ 10%، نظرا لان الغرف دي او الاماكن الخدميه دي بتكون مساحتها ايه؟ اقل. يبقى انا كده يا شباب عرفت ان النافذه اللي بتطل او اللي المفروض موجوده على مكان او غرفه خدميه، حمام، مطبخ، اوفيس، ايا ما شابه، دوره مياه، لازم ما تقلش مساحتها او النسبه بتاعتها عن 10% من مساحه الايه؟ من مساحه الغرفه الخدميه دي، وبحد ادنى 5%، تمام؟ 50%، يعني نص متر. طيب اكمل. المساحه المسموح بها للحمامات والمطابخ بحد ادنى نقط، الحمامات مثلا نقط يبقى كام؟ متر ونص، والمطابخ 3 متر، والنوافذ المطله على او المخصصه لاعمال التهويه والاضاءه للحمامات والمطابخ وبير السلم او المرافق الخدميه مساحتها لا تقل عن نقط في المية، يبقى كام؟ 10%، وبحد ادنى 50% متر، يبقى اقل ضلع فيها يكون كام؟ 50% متر، اللي هو نص ايه؟ نص متر. طيب نكمل بعد كده. تابع دراسه الفراغات، بيقول لي في حاله تعدد الفتحات، يعني لو موجود عندي اكتر من فتح، بتحسب مساحه الفتحه اللازمه على اساس مجموع مساحات الفتحات. يبقى انا اجمع الايه المساحات بتاعت الفتحات كلها، لو انا عندي غرفه فيها فتحتين او ثلاثه للتهويه، بجمع المساحات بتاعت الايه بتاعت التهويه اللي موجوده عندي، وبشرط الا يقل مسطح الفتحه الواحده عن نص متر مربع بغرفه السكن والمكاتب وابار السلم، وعن ربع متر مربع بالنسبه للمرافق الاخرى. طيب دي يا شباب بقى محتاجه توضيح ولازم اخلي بالي منها، لان هنا في جزء كده محتاج ايه سبوت زي ما بنقول. خلي بالك ان هو هنا بيقول لك ايه، انا ممكن افاجئ ان المقاول وعندي الغرفه بتاعتي مثلا مساحتها 4×4 ب 16 متر، يبقى دي يلزمها كام؟ يلزمها شباك مساحته ما تقلش عن متر و20، يعني طوله في عرضه كام؟ متر و20. طب المقاول حب مثلا يعمل معايا يعني ايه يعني زي ما بيقول كده جزء من التلاعب في اعمال التسليم والتسلم، فقام عامل لي بدل الفتحه الواحده انا عامل فتحتين او ثلاثه للتهويه، ولكن عاملهم في صوره علب صغيره، حاجه صغيره كده موجوده، ويقول لي انا كده ده انا عامل لك ثلاث فتحات موجودين في الغرفه الواحده اللي هي 4×4. القانون هنا بيقول لك لا، فانت تعمل ايه؟ هنا في الحاله دي انا هجمع الثلاث فتحات اللي موجودين عندي في الغرفه، لازم اجمعهم واحسبهم بالنسبه مقارنه بسطح الايه؟ بسطح الغرفه الكبيره. اهو بيقول لي اهو بشرط تجمعهم، بشرط الا يقل مسطح الفتحه الواحده عن نص متر مربع. يبقى انا كده ما ينفعش بقى يجي هو يقوم عامل لي فتحه وليكن عرضها مثلا او طولها ربع متر او 30 سم مثلا في ارتفاع متر، لما اجي اربعها هتطلع كام دي؟
30. هو صحيح عامل كام واحدة؟ عامل 4 موجودين في الغرفة، صح كده؟ 30 و30 في 4 يطلعوا بكام؟ بمتر و20. هو فعلا عمل المساحة اللي هي كام يا شباب؟ متر و20 نوافذ شبابيك، عمل 4 شبابيك، الشباك الواحد 30 متر، مساحته 30 من 100 متر، بحيث ان هم لما يجمعهم على بعض يطلعوا كام؟ متر و20. لا، القانون قال لك هو ممكن يعمل تعدد في النوافذ للغرفه الايه؟ للغرفه الواحده، ولكن مساحه اقل ضلع موجود في الفتحه الواحده ما يقلش عن كام؟ عن 50 من 100، صح كده؟ عشان لما يجي في الاخر يوصل للثلاثه او الاربعه يقدر يعمل بعد كده الايه؟ يوصل للمتر و20، او المساحه اللي هي كانت كام؟ 8% من اجمالي مسطح الايه؟ الغرفه السكنيه. وقال لك اقل ضلع موجود في المرافق الخدميه هنا كان بيقول كام؟ عن ربع متر، ما تقلش مساحته اقل ضلع من اضلاعه عن ربع متر. يبقى انا ما هو ممكن يجي في الحمامات او في المطابخ، وكنت انا بقول لك ان مساحه الفتحه النافذه اللي المفروض تكون موجوده في الحمام او المطبخ او بير السلم ما تقلش مساحتها عن 10% من مساحه الايه؟ من مساحه الحمام او المطبخ. طيب، ويجي هو يقوم عامل لي اقل ضلع موجود فيها كام؟ وليكن مثلا 15 سم في كذا، يبقى هو عامل علبه صغيره كده ويقول لي دي تهويه، حاجه كده اشبه بفتحه الشفاط زي ما بنقول، وحتى فتحه الشفاط بتبقى 25 في 25، ده اقل مقاس يعني موجود، ده لو كان يعني ايه حاجه صغيره خالص. طيب هو هنا لا، بيقول لك بحد ادنى اقل ضلع موجود في فتحه التهويه اللي مستخدمه فيه، لانه ممكن يعمل 3 4 فتحات موجودين في الحمام او المطبخ ويقول لي كده انا بعمل عمليه تهويه، لا ما يقلش الحد الادنى لاقل ضلع من الفتحات دي عن كام؟ عن 25% اللي هو كام؟ ربع متر. طيب نكمل بقى، بيقول لي تعامل الاماكن المخصصه للمعيشه، طبعا اللي هي الايه بقى؟ المعيشه دي طبعا اللي هي ما هيش مخصصه للنوم زي غرف النوم يعني، فيقصد الصالون وغرفه الطعام، تمام كده، اللي هي السفره زي ما بنقول، والاستقبال طبعا معامله الغرف السكنيه. يبقى هو هنا عشان طبعا ما يعيدش الكلام تاني ونرجع نشرح من تاني الكلام، فبيقول لك ايه او يوضح تاني الماده دي، فبيقول ان الصالات، الصاله والاستقبال الريسبشن بتاعك وغرف اللي هو الطعام اللي احنا بنقول عليها الايه؟ السفره، يبقى الصالون والسفره والاستقبال بيعاملوا معامله، في القانون ده بيعاملوا معامله الغرف السكنيه في موضوع الايه؟ خلي بالك موضوع النوافذ. يبقى موضوع النوافذ الشبابيك للصالون والاستقبال والسفرة ما تقلش عن كام يا شباب اللي متابع معانا من اول حلقة؟ 8% من مساحة الايه؟ الصالون او الاستقبال او السفرة. يبقى بجيب مساحة الصالون بتاعي، الصالة بتاعتي، الطول في العرض، واضربهم في بعض، الناتج اللي يطلع اضربه في 8، الناتج اللي يطلع اقسمه على 100 يديني مساحة اللي المفروض تكون موجودة عندي في الايه؟ في الشبابيك بتاعتي، فتحة الشباك بتاعتي مساحتها ما تقلش عن 8% من اجمالي مسطح الغرفه السكنيه، سواء بقى كان انا قلت لك غرفه او الصاله والاستقبال والسفره، بتعامل في القانون معامله الايه؟ الغرفه فيما يخص الايه؟ الفتحات اللي هي خاصه بالنوافذ. طيب بعد كده الفراغات، طبعا احنا اتكلمنا عن الشبابيك، هنا هيقول لي ايه بقى؟ الابواب. احنا قلنا الشبابيك خلاص اللي هي النوافذ، بعد كده هيتناول الابواب. فبيقول يكون الحد الادنى لعرض الابواب على النحو التالي، عرض الباب بتاعك بيكون على النحو التالي، له قانون بينظمه مستر؟ طبعا. فبقول لي في الغرف السكنيه والمكاتب ان فتحه الباب العرض بتاعها ما يقلش عن كام؟ 80. يبقى انا لو انا في غرفه سكنيه ما يقلش عن كام؟ عن 80، ما ينفعش فتحه باب العرض بتاعها اقل من 80 لغرفه سكنيه، مظبوط؟ ليه؟ لان طبعا هيكون في اساس عندها ينتقل، ممكن انا اقول مثلا بحرك اي قطعه من قطع الاساس بتاعتي، فمفروض ان قطعه الاساس بتاعتها تكون مثلا 60، وكمان المقبض بتاعي او كف ايدي من الناحيه دي وليكن مثلا 10 سم، وكف ايدي من الناحيه دي 10 سم لما اطبقه، وقطعه الاساس بتاعتي اقل قطعه 60 سم، يبقى انا كده بتكلم في 80، زي ما بنقول يا دوب كده قطعه الاساس تتحرك ما بين فتحه الايه؟ الباب. وخلي بالك ان فتحه الباب ال 80 دي زي ما درسنا في التخصصات المعماريه في قسم النجاره، بيقول لي ايه؟ ان فتحه الباب دي خلي بالك ال 80 ده هيبقى الصافي، لان لسه هيتحط عندك قايم الحلق من الناحيه دي 5 وقايم الحلق من الناحيه دي 5 او 2.5 من الناحيه دي 2.5 على حسب البوصه المستخدمه، لو الحلق بوصه او 2 بوصه يبقى انت بتتكلم فيه 5 من هنا و5 من هنا، 10 سم هيرجعوا يتخصموا من كام؟ هخصمهم من ال 80 اللي هي الفتحه الرئيسيه اللي موجوده عندي، يبقى الصافي بتاعي بتاع ال 80 بقى كام؟ اصبح من 80
بقى 70 سنتي، ولذلك وبيقول لك ما يقلش عن كام، عن 80 سنتي في الغرف. يبقى انا عرفت فتحة الباب المفروض استلمها او ما تقلش عن 80 سنتي في الباب، لكن تقدر ان هي تزيد ما فيش مشكلة، تمام كده. ممكن تبقى متر، متر وعشرة، متر وعشرين، على حسب الايه الغرفة بتاعتي، تمام، ولكن ما تقلش عن كام يا شباب، عن 80. طيب بعد كده المطابخ والحمامات ودورات المياه، بيقول لي انها ما تقلش عن 70 من 100 متر، يعني 70 سنتي. الباب بتاع الحمام او المطبخ، تمام، او بئر السلم، ما يقلش عن كام يا شباب، ما يقلش عن اللي هي الغرف الخدمية، ما تقلش عن 70 سنتي. ليه؟ خلي بالك برضو لسه بنأكد تاني انك انت محتاج ان انت هيبقى في اي محل الناحية دي واي محل الناحية دي، سواء كان بوصة او 2 بوصة، لما خصم ده من الناحية دي لو هو 2 بوصة مثلا، يبقى انا بتكلم في 5 سنتي من هنا و 5 سنتي من هنا، يعني 10 سنتي من 70 اللي هو الحد الادنى، يتبقى عندك كام؟ 60 سنتي اللي هو اقل زي ما بيقول عرض لجسم الايه الانسان عشان يقدر يخش من فتحة الايه الباب، ما يدخلش طبعا بالايه بالجنب، فهو بيفترض ان اقل عرض للانسان كام؟ 60 سنتي. فبيقول لي فتحة الحمام او فتحة الباب ما تقلش، بتاع المطبخ او الحمام ما تقلش عن كام؟ عن 80، عن 70 سنتي، عشان لو هيركب عليه حلق يصفي كام عندي؟ يصفي 60 او 65، على حسب البوصة المستخدمة في قايم الحلق، سواء من الجنب ده او من الجنب ده. طيب ده فيما يخص الايه فتحة الباب للمطابخ والحمامات. بعد كده عندي المحلات التجارية، بيقول لي ما يقلش عن كام؟ عن 1 متر، وده طبعا شيء طبيعي. ليه؟ لان طبعا المحل هيكون طبعا زي ما بنقول يكون في استخدام كتير، وممكن يكون اكثر يعني واحد او حد داخل وحد طالع، فالاثنين ممكن ان هما بيتقابلوا. فبيقول لك الحد الادنى لفتحة الباب، حد ادنى، خلي بالك دي كلها حدود دنيا، يعني اقل حاجة، ماهيش طبعا هي ممكن تزيد فتحة الباب ما فيش مشكلة، لكن ما ينفعش انها تقل عن كام؟ عن 1 متر للمحلات التجارية. يبقى فتحة الباب ما تقلش عن 1 متر في المحلات الايه التجارية. اكمل سؤال طبعا، لان ده برضو بيجي زي ما بقولك ممكن يجي كده في صورة اكمل او صح وايه وخطأ، ده في الجزء اللي هو يخص مين؟ اعمال الامتحانات، او يخصني كدارس للمواد المعمارية. فبيقول لي ايه؟ اكمل فتحة باب المطابخ لا تقل عن نقط، بينما لا تقل فتحة غرفة مثلا الحمام عن نقط، بينما او ولا تزيد او لا تقل فتحة باب الغرف السكنية عن نقط، تمام كده. ده سؤال. طيب سؤال تاني، الحد الادنى لفتحة الغرف، فتحة الابواب في الغرف التجارية او المحلات التجارية لا تقل عن 80 من 100 متر. يبقى كده الاجابة هتكون هنا ايه؟ اجابة خاطئة، لازم تكون 1 متر. وطبعا المشرع او اللي وضع القانون ما هوش طبعا وضعه بصورة اعتباطية، لا طبعا. ليه؟ لان هو لسه زي ما قلت لك بيعمل حساب انه ممكن يركب اي محل، في اي محل لما خصمهم من المتر اللي هو اللي موجود عندي يصفي مثلا 80 85 او 90 سنتي، يسمح بحركة حد داخل وحد خارج زي ما بنقول، لان المحلات طبعا هيكون عليها اقبال ايه في اكبر من الغرف السكنية والغرف اللي هي الخاصة بالمرافق او الخدمية زي الحمامات والمطابخ. طيب يبقى انا كده عرفت ان المحلات التجارية فتحة الباب بتاعها ما تقلش عن كام؟ عن 80، عن 100 سنتي اللي هو 1 متر. طيب الجراجات والمستودعات ما يقلش عن 2 متر و80. طب الجراج ليه؟ الجراج طبعا لانه بيفترض ان اقل عرض لو هنا عندي جراج وعربية بتدخل هتتحرك مع فتحة المرايات ما بتقلش عن 2 متر وكام؟ 2 متر و50، ده اقل عرض للسيارة مع فتحة المرايات اللي هي مرايات الجنب. فطبعا 2 متر و50 على الاقل يكون فيه 15 سنتي من الناحية دي و15 سنتي من الناحية دي، ده اذا كمان ما كانش فيه ايه؟ اذا ما كانش فيه حلقة هيركب، تمام كده؟ لو انا هستخدم باب جرار او ما شابه، يبقى في الابواب الجراجات والمستودعات عشان اتحرك بيه عربية او ما شابه او ناس كتير هتكون مستخدمة للمكان، ممكن يدخل عندي في الجراج ده او المستودع ده مجموعة من الناس مع بعض داخلين او خارجين، او ناس داخلة وناس خارجة مع بعض مجموعة، فلازم يكون عندي الفتحة الباب تكون ايه بحد كافي تسمح بمرور الايه بمرور الاشخاص او دخول وخروج الايه السيارات. وبالتالي الحد الادنى للفتحة ما يقلش عن كام؟ 2 متر و80. طيب بعد كده تابع الاشتراطات العامة للفتحات، فبيقول لي يجب ان يراعى عند عمل الفتحات، ده في حاجة بتنظمها طبعا، عند يراعى عند عمل الفتحات في المباني ما يلي: 1، في حالة وجود باب، خلي بالك بقى، باب يفتح مباشرة على درج سلم فإنه يجب أن تفصل بينهما مسافة لا تقل عن كام؟ عن 1 متر. يبقى احنا هنوضح الجزئية دي يا شباب ونتكلم فيها كده مع بعض بسرعة.
ليه؟ لان الوقت عندكم بيمر بسرعه كده معاكم، فاحنا محتاجين نلقي بس الضوء على الجزئيه دي في عجاله كده زي ما بنقول. طيب فتحه الباب اللي لو انا عندي باب الشقه، وهو ده يقصد بيها باب الشقه، لما يكون عندي باب شقه مطل على سلم، يعني باب الشقه ده موجود على السلم، لازم على الاقل يكون في مسافه ما بين باب الشقه واول درجه في السلم. كام المسافه دي؟ ما تقلش عن 1 متر. ليه؟ عشان تسمح بوجود مثلا ممكن اكثر من فرد يكونوا واقفين قدام فتحه الباب او الباب الرئيسي، او ناس طالعه وناس نازله زي ما بنقول، واحد طالع واحد نازل، اتنين هيتقابلوا قصاد باب الشقه، فلازم على الاقل المسافه ما تقلش عن كام؟ 1 متر. وده المقصود بها اللي هي بنقول عليها ايه؟ البسطه، بسطه السلم. طيب النقطه الثانيه، الا يقل ارتفاع جلسه الشبابيك عن 90 من 100 متر، وهنختم بالنقطه دي ان شاء الله مع بعض. جلسه الشباك ما يقلش ارتفاعها عن 90 من 100 يعني متر الا 10 سم الا في حاله وجود بلكونات او شرفات امام هذه الشبابيك من الخارج، وطبعا لازم تكون مانعه للايه؟ للسقوط. فهو يقصد ايه؟ يقصد ان الجلسه بتاعه الشباك ما تقلش عن 90 سم عشان تعمل عمليه امان ليا ولابناء من عمليه السقوط. وبنكتفي بهذا القدر يا شباب، على امل اللقاء بكم ان شاء الله في الغد القريب، مع دوام التوفيق والنجاح. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.